بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين، أما بعد. تفضل يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: نفعنا الله به وبكم سيدي، آمين. ولا كلام لنا في حسن دليل كانت وجاذبيته، فهو أكثر من المذهب الإسلامي الذي يجعل العمل جزءا من الإيمان، يستخرج الإيقان بوجود الله من عاطف احنا قلنا المرة اللي فاتت انه دليل كانت هو دليل عملي على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو انه يستحيل ان يكون الاخلاق معنى الا اذا كان هناك قوة عليا تلزم الانسان بلزوم هذه الاخلاق. فكانت انطلق من فكرة أن الأخلاق لا يمكن أن نعول عليها من غير دين، فحاجة الإنسان في الاحتفاظ بأخلاقه وحاجة المجتمع في الاحتفاظ بأخلاق تحفظ على هذا المجتمع استقراره هو الذي يجعل أو الذي يرشح القول بوجود الله عند كانت. طيب، ده دليل إيه؟ دليل كانت. إحنا الآن هنتكلم عن الفرق بين إثبات وجود الله عند كانت وما تحدثنا عنه من أدلة سابقة. يعني يمكن أن نضع هذا العنوان: الفرق بين ما اخترناه في إثبات وجود الله ودليل كانت. الفرق بين ما اخترناه في إثبات وجود الله ودليل كانت. الدليل اللي احنا اخترناه أو الأدلة اللي احنا اعتمدناها في وجود الله سبحانه وتعالى هي أدلة عقلية تبدأ من أحكام العقل، سواء كان دليل الحدوث أو دليل الإمكان أو دليل العلة الغائية. هذه الأدلة كلها مبناها على العقل، مبناها على أن هذا العالم لا بد له عقلا من خالق، وإلا ما استطعنا أن نثبت وجود العالم أصلا. ده الدليل اللي اعتمده المتكلمون والفلاسفة الإلهيين. طيب، كانت ترى مسارا آخر. ما الفرق بين المسارين؟ هذا ما سيتحدث عنه الشيخ الآن. ماشي، تفضل يا مولانا. قال: يستخرج الإيقان بوجود الله من عاطفة الأخلاق المركوزة في فطرة الإنسان، لأن الأخلاق تتلخص في تصور الخير الأعلى الحاصل من اجتماع الفضيلة والسعادة، وتصور لزوم الثانية للأولى. فالفضيلة بدون السعادة خير ناقص، وكذلك السعادة بدون الفضيلة والإنسان قلما يقدر على الجمع بينهما، فلا بد من وجود موجود يعطي الفضيلة ما تستحقه ويقدر على إعطائها رغم كل موانع. يعطي الفضيلة ما تستحقه من قيمة أو من ثبات. فبدون وجود هذا الموجود لا يكون للفضيلة ثبات ولا يكون لهذه الفضيلة قيمة. طيب، ويقدر على إعطائها رغم كل موانع، على رغم كل موانع طبيعية. موانع طبيعية. والمشهود أن أكثر الفضائل لا ينال ما يستحقه في الدنيا من المكافأة، فلا بد أن ينيله ذلك الموجود القدير في النشأة الأخرى، فيثبت بهذا الدليل البعث بعد الموت أيضا. إذن حتى بنى كانت الإيمان بالبعث على هذا الدليل.
ليه؟ لأن الإنسان لا يحصل كمال الأخلاق في الدنيا، فلا بد إذن أن ينال كمال الأخلاق. كيف يكون ذلك أو متى يكون ذلك؟ ينال كمال الأخلاق التي يعلم كمالها بفطرته، ينال هذا بعد الموت، وبهذا يثبت أن هناك عالما تكتمل فيه أخلاق الإنسان. قال: والمشهود أن أكثر الفضائل لا ينال ما يستحقه في الدنيا من المكافأة، فلا بد أن يشبه ذلك. يعني ذو الأخلاق، نعم، يعني ذو الأخلاق لا ينال مكافأته في الدنيا. كم من إنسان لطيف مع الناس، طيب الخلق مع الناس، لكن لا يعامله الناس بهذه الطيبة أو بهذه الأخلاق الحسنة. طيب، فلا بد أن ينيله ذلك الموجود القدير في النشأة الأخرى، فيثبت بهذا الدليل البعث بعد الموت أيضا، بل يثبت عالم الآخرة أولا، ليكون موعد تحقق الخير الأعلى الذي لم يتحقق في هذا العالم، ثم يثبت وجود الله ليكون مسيطرا على ذلك العالم ومالك يوم الدين الحكم العدل، فيثبت به صفات الله الكمالية أيضا، فضلا عن قدرته. وتكون مسألة الأخلاق، أعني ضرورة اجتماع الفضيلة مع السعادة التي يجدها الإنسان في قلبه، أساس الجميع. ونحن نثبت قبل كل شيء وجود الله بدليله العقلي النظري. ده الطريق الذي اخترناه في إثبات وجود الله. إذن طريق كانت هو الانطلاق من الأخلاق، فوجود الأخلاق والحاجة إلى ثباتها واستقرارها وإعطائها، وحاجة الإنسان إليها وحاجة المجتمع إليها، هو الدليل على وجود من يعطي هذه الأخلاق ومن يعطيها القيمة والثبات. وصاحب الأخلاق لا ينال ما يستحقه في الدنيا، فإذا هناك آخرة. هذا خلاصة كلام كانت. طيب، هناك مسار آخر هو المسار الذي سلكه المتكلمون، ونحن نثبت قبل كل شيء وجود الله بالدليل العقلي النظري. نعم، ونحن نثبت قبل كل شيء وجود الله بدليله العقلي النظري المستنبط من وجودنا ووجود أي موجود في العالم، غير متريثين إلى مسألة أخلاق الإنسان التي يجيء دورها ودور أهميتها بعد مسألة وجود الإنسان وأهمية وجوده بمراحل. ويكون سهلا علينا بعد إثبات وجود الله إثبات وجود يوم الدين ولزوم التأهب لذلك اليوم بتنظيم الأخلاق. ولا شك أن ترتيب الانتقال الفكري الذي اخترناه معقول أكثر مما اختاره كانت، مع كون الأساس الأخلاقي الذي بنى عليه أكبر مطلب علمي كوجود الله لا يستند هو نفسه على أساس يقيني سوى ما يجد الإنسان في قلبه من الاتصال بين الفضيلة والسعادة ورغبته في ترتيب الثانية على الأولى. يقول سيد حاشية: مع أن بعض الفلاسفة الغربيين مثل شوبنهاور قائلون بأن الأخلاق تقوم بنفسها مقام أفضل مكافأة عن نفسها لمن يتحلى ويتشرف بها، وهم يحاولون في إكبار الأخلاق فوق ما أكبرها كانت قطع حاجتها إلى وجود الله ضمنا لمكافأة ضمانا لمكافأة ما لا تنال المكافأة منها في الدنيا. يعني الأخلاق تقوم بنفسها مقام أفضل مكافأة، يعني من يتخلق بالأخلاق فمكافأته أنه ذو خلق،
بعض الفلاسفة الغربيين يقولون ذلك، وبالتالي لا يلزم من دليل الأخلاق وجود اليوم الآخر، فمجرد التخلق بالأخلاق هو في ذاته مكافأة. هل توجد مع هذه المكافأة مكافأة أخرى في الآخرة أو لا؟ هذا كلام آخر. طيب، يقول في صلب الكتاب سيدي: رغم شهادة أكثر التجارب الحاضرة على خلافه، فليس على هذا خلاف ماذا بقى؟ على خلاف ماذا؟ الاتصال سيدي بين الفضيلة والسعادة. السعادة، الفضيلة والسعادة، يعني كم من صاحب فضيلة غير سعيد؟ بل الواقع إن أصحاب الفضيلة في الدنيا هم أكثر الناس ضيقا وتعاسة، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. نعم، فليس هذا الاتصال بينهما ضروريا مستحيل الانفكاك كاتصال أحد المتضائفين بالآخر، فليس هو إذن مقتضى العقل الذي لا يتخلف عن مقتضيه ولا مقتضى التجربة المضطردة، وإنما هو مقتضى الوجدان القلبي الذي لا يستند إليه في المطالب اليقينية. نعم، من ارتبط به قلبه يكون له دليلا في الإيمان بالله، يخرج بفضله عن عداد المقلدين ويصعد إلى مرتبة المؤمن المستدل. يعني الارتباط بين السعادة والفضيلة كما يقول ليس ارتباط عقلي، بل هو ارتباط عادي قد يحصل وقد لا يحصل، يقبل التخلف. نعم. قال: والذي نرى فيه من العيب أنه لا يكون دليلا حاسما يحصل به إلزام الغير كما يحصل بأدلة وجود الله النظرية المعروفة التي يعيبها كانت. فإن الفيلسوف كانت بعد أن حاول، إذن دليل كانت ليس دليلا حاسما يصح به إلزام الغير على وجود الله، والدليل الجدلي أو الأدلة في المواقف المختلف فيها تأخذ قوتها من قدرتها على إلزام الخصم، بغض النظر هي دليل في نفسها أو ليست دليلا في نفسها. يعني الدليل قد يكون دليلا في نفسه لكن لا يستدل به على الخصم، زي أدلة الرؤى والكشف وأمثال هذه الأمور التي هي أدلة عند بعض المسلمين لكن لا يستدل بها على الخصم. فلذلك كانت الأدلة الأقوى التي، أو لا نقول الأقوى بقى، ولكن الأشهر والأشهر بين العلماء، الأشهر والأفشى بين العلماء، هي هذه الأدلة الثلاثة: العقل والخبر والحس. لماذا؟ لأنه يستدل بها على الخصم. وهذا أمر مهم ينبغي على حضراتكم أنكم تلتفتوا إليه، لأن في كثير من الإخوة الدارسين لعلم الكلام يطعنون في أدلة الكشف والرؤى والإلهام التي يعتد بها العلماء المسلمين جميعا ومنهم الصوفية، ويظنون أن عدم ذكر هذه الأدلة في كتب الكلام أو في كتب الفلسفة فهذا معناه أن هذه ليست أدلة أو لا يعتد بهذه الأدلة. الحقيقة هي أدلة لكن العلماء لم يذكروها في كتبهم، لأن كتب الكلام كتب جدلية، فلما تؤلف كتاب جدلي تريد أن ترد فيه على الخصوم فأنت إذن تذكر الأدلة التي تلزم الخصم أو التي هي قدر مشترك بينك وبين الخصم. ما هو القدر المشترك اللي بينك وبين الخصم؟ العقل. ما هو القدر المشترك اللي بينك وبين الخصم؟ الحس، الخبر الصادق. لكن الإلهام والوحي هذه أدلة لكن لا يمكنك أن تستدل بها على الخصم، لذلك لم يذكروها. وعدم ذكرها لا يعني أنها ليست أدلة، هي أدلة بشروطها،
هي أدلة بشروطها ومصادر معرفية بشروطها، وإلا ما اعتبرها الشارع. لما النبي يقول لم يبقى من بعدي إلا المبشرات، وبقية الأمور ذكرناها في شرحنا لنظرية المعرفة، أنتم تعرفونها جيدا أو يمكنكم الرجوع إليها. فهذه أدلة اعتبرها الشارع وأثار عليها علماء المسلمين. فالقصد إنه أدلة وجود الله سبحانه وتعالى التي اختارها المتكلمون، ما السبب في قوتها؟ أنه يمكن إلزام الخصم بها. الدليل الذي ذكره كانت لا يمكن إلزام الخصم به، المعنى ذلك أن هذه الأدلة هي الأقوى بحيث تحدث في نفس الإنسان إيقان بوجود الله سبحانه وتعالى. لا يلزم أن تكون هي الأقوى. شوفوا حضراتكم كده الناس اللي بيسلموا، منهم من أسلم لأنه شاف رؤيا، شاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحد عمره ما سمع عن الإسلام، وهذا أنا رأيته موجود على اليوتيوب، واحد عمره ما سمع عن الإسلام وجات له رؤيا شاف فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل عن الإسلام وأسلم، فكانت دليلا. وغير ذلك من الأمور. هذا الشخص الذي سيسلم بسبب هذا كيف سيكون يقينه؟ لا شك أن يقينه يكون كبير. فإذا هذه نقطة أخرى مهمة، إنه لا يلزم من أن يكون الدليل دليلا على الخصم، لا يلزم من ذلك أن يكون هو الأقوى أو هو الذي يورث اليقين. لا، لذلك إحنا بنعتقد إنه الأدلة التي ذكرها المتكلمون أو الفلاسفة على وجود الله هي بداية الطريق، ثم تتراكم المعارف بعد ذلك من خلال معاملة الله سبحانه وتعالى ومن خلال التزكية ورؤية ألطاف الله عز وجل، حتى يحصل في القلب الإيقان بوجوده بالإضافة إلى الاقتناع العقلي. إذن عندنا الآن مسألتين. المسألة الأولى هي أن الأدلة الموجودة في كتب الكلام هي الأدلة التي يمكن إلزام الخصم بها. هل يلزم عن ذلك ألا يكون هناك أدلة يعتد بها غير هذه؟ لا، الإجابة لا يلزم، بل هناك أدلة يعتد بها بشروطها لكنها لا تصلح دليلا على الخصم. السؤال الثاني، هل يلزم من ذلك ألا يحصل الإيقان إلا بهذه؟ الإجابة لا يلزم، قد يحصل الإيقان بغيرها، بل لا يكاد يحصل الإيقان إلا بغيرها. فهذه الأدلة هي البداية، ثم بعد ذلك تتوالى المعارف على قلب المسلم أو على قلب العارف زي ما بيقولوا، ثم يحصل اليقين بعد ذلك بوجود الله سبحانه وتعالى. فهذه مسائل أعتقد مهمة، وبعض الإخوة أنتم تعرفون يعني يتحدثون عن هذه الأدلة الأخرى التي ردها المتكلمون في كتب الكلام، ويظنون أو يفهمون من ذلك أنها أدلة غير معتبرة. لا، هي أدلة معتبرة لكنها لا تذكر في كتب الكلام لأنه مش موضوع علم الكلام. موضوع علم الكلام هو إلزام الخصوم، وبالتالي لا يصلح هذا في هذا المجال فقط. نعم. قال إن الفيلسوف كانت بعد أن حاول ضعضعة مكان الأدلة العقلية القطعية المثبتة لوجود الله، عاد فأراد أن يحسن إلى الله وإلى الأخلاق معا، فناط أحدهما بالآخر، وجعل الإيمان بالله ضروريا للإيمان بالأخلاق، فشدد على الملحد بإخراج عن حدود الأخلاق.
واعتبر إيمانه بالأخلاق نفاقا، وجعل الكافر بالله كافرا بالأخلاق أيضا. هنا سيد يقول في الحاشية: ومن وجوه الحسن في دليل كانت أن كثيرا من المثقفين في زماننا يمكنهم الجهر بنفي الحاجة إلى وجود الله، ولا يمكنهم الجهر بنفي الحاجة إلى الأخلاق. حتى كبار الملاحدة قالوا الدين أفيون الشعوب. ليه الدين أفيون الشعوب؟ لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الدين، لأنهم يعلمون أنه بالدين والأخلاقيات التي في الدين ينصلح حال المجتمع، فهم لا يؤمنون بالدين لذاته ولكن لمنفعته، فلا يصرحون بمعتقداتهم، بل تظل هذه المعتقدات فيما بينهم، لأنها لو انتشرت، يعني المجتمع الإلحادي، يعني خلينا نفترض كده أن الدعوة الإلحادية انتشرت في العالم كله، وصار العالم كله ملحد، والعياذ بالله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ المجتمع الإلحادي في الحقيقة هو مجتمع من الوحوش، القوي يأكل الضعيف، حيث لا راجع من أخلاق ولا دين ولا شيء. فالمجتمع الإلحادي مجتمع بشع في حقيقته، مجتمع في غاية البشاعة. لذلك لا بد من الدين حتى ولو كان هذا الدين محرفا، هذا كلام الملاحدة، حتى ولو كان الدين خرافة أو اختراع بشري أو مزيف، المهم يكون في دين عشان الناس تلتزم بأعمالها، ونوعدها بجزاء في الآخرة إذا أكلنا فلوسهم ولا حاجة، ويشتغلوا والمجتمع حاله ينصلح. نعم، فالحاجة إلى وجود الله، لا يمكنهم نفي الحاجة إلى وجود الله، هؤلاء الملاحدة. نعم، فإذا ربطت الأخلاق بوجود الله وبالاعتراف بوجوده كما هو مذهب كانت، صح لنا أن لا نصدق دعوة الاعتراف بأهمية الأخلاق من المنكرين لوجود الله، بناء على أن مكان الأخلاق يتوقف تثبيتها تثبيتا جديا قانونيا على تثبت وجود الله، على تثبيت وجود الله. فدليل كانت يعطينا سلاحا ضد الملاحدة نتحداهم به، ونهزمهم على الأقل بتهمة عدم صميميتهم في تقدير الأخلاق قدرها. فدليله يجذبنا ويخدمنا جدا في إلزام خصومنا الملاحدة. يعني هيكون دليل كانت، شوف بقى هنا دي برضو نقطة من النقاط اللطيفة، إنك إزاي قد ترد قولا، كيف ترد قولا، أو لا يكون هو القول الأقوى أو الأولى، لكنك مع ذلك يمكنك أن توظفه في مجال ما. لذلك إحنا دائما بنقول إن طالب العلم يستفيد من كل الأقوال، وذكاؤه وحرصه وتوفيق الله سبحانه وتعالى سيدله على كيفية توظيف هذه الأقوال في مواطنها. نعم، فهو هنا الشيخ بيقول لك دليل كانت احنا ممكن نستخدمه ضد الملاحدة. يعني إذا كنتم ملاحدة فلماذا لا تجهرون بأن الأخلاق لا قيمة لها؟ نعم، قال: فعلى ومع هذا فنحن المؤمنين بوجود الله لكونه حقا، لا نخفي محل الضعف في هذا السلاح. يعود الشيخ في صلب الكتاب فيقول: سيدي، واعتبر إيمانه بالأخلاق نفاقا، وجعل الكافر بالله كافرا بالأخلاق أيضا، وأنذر العالم بانهيار الأخلاق والفضائل إن لم يعترف بوجود الله، كما قال سكرتان وفخته تلميذ كانت. إن الإيمان بالله إيمان بالواجب،
ومعناه أن الإنسان إذا لم يؤمن بالله لم يبقى أمامه واجب. يعني إذا لم يكن الله موجودا فما فيش حاجة واجبة. أنا ليه ما أسرقش؟ إيه المانع أني أسرق؟ ليه ما أقتلش؟ ليه ما الإنسان ما يغتصبش؟ ليه الإنسان يحسن إلى الناس؟ يعني لا واجب أصلا في أي شيء، فتصير الدنيا كغابة، حرفيا غابة الإنسان فيها لا يلتزم إلا إذا خد على دماغه من المجتمع، لكنه إذا تمكن لا يتورع عن فعل أي شيء والتفلت من كل شيء. فإذا تعطلت، يعني أنت تعالى كده في مجتمع مثلا زي مجتمع الصين مثلا، الصين دولة ملحدة، أكبر دولة ملحدة في العالم الآن، بنهديهم. تعالى أنت كده لدولة زي الصين، لو تعطلت الكاميرات والنظام الذي يراقب الشعب الصيني وهذه القبضة الصارمة التي تجعل الإنسان تعد عليه أنفاسه، تتوقع كيف سيكون سلوك الناس؟ كم من مرة سمعنا أن النور انقطع في بعض الدول الغربية المسيحية المتحضرة، وفي لحظات يتحول الناس جميعا إلى سراق، المتاجر بتنهب نهبا. ليه؟ مفيش رادع. فالناس ديت ماشية بكاميرات المراقبة، لولا وجود كاميرات المراقبة ولولا الوفرة المادية الموجودة عند الدول الغربية لرأيت هذه الدول أسوأ من إفريقيا. إفريقيا جنوب الصحراء، يعني مجتمع الغابة ده. إيه اللي بيخلي الدول دي متقدمة؟ الوفرة. الوفرة اللي تخليهم يجيبوا جهاز شرطة قوي، اللي تخليهم يحطوا كاميرات في كل مكان، اللي تخلي عندهم سيستم يراقب الإنسان ويحاسبه. طيب افتقروا شوية زي الدول الإسلامية، مبقاش فيه الشرطة ما بدلهاش فلوس كفاية، مبقاش فيه عاملين كفاية، مفيش تكنولوجيا كفاية، مفيش نظام يراقب كفاية، إلا يحصل الجريمة تنتشر. لذلك أنا بقول دايما المجتمعات الإسلامية أقوى بكثير من المجتمعات الغربية. المجتمعات الإسلامية نسبة الجريمة فيها، أي نعم في جريمة، لكن بالنسبة للأوضاع والفوضى، يعني إحنا المجتمعات الإسلامية يا جماعة لازم تكونوا عارفين إن هي مجتمعات تقريبا الدولة غايبة فيها، يعني المجتمع هو اللي ماشي نفسه تقريبا في كل حاجة، الدولة غير حاضرة بقوة في غالب المجتمعات الإسلامية. فالمجتمع بيمشي نفسه بإيه؟ بالأخلاق، بالعادات، بالتقاليد، ببقايا الدين، بالموروثات. فالمجتمعات الغربية مجتمعات ضعيفة وهشة جدا، لذلك لا تغرنكم هذه القشرة. لو العالم اتهز اقتصاديا وحصلت هزة اقتصادية عنيفة وبدأوا يفتقروا سنة، شوفوا الجرائم اللي هترتكب في الشوارع. يعني هم على الحركرك، في حين ان المجتمعات الإسلامية عايشة تحت الحركرك بسنوات كتير وما زالت مجتمعات قائمة وفي تكافل وفي زكاة وفي صدقات والناس في عندها تراحم و و و و فما تقسش ده خالص. فإذا الإيمان بالله إيمان بالواجب طبعا. لذلك لما فقد الإنسان الأوروبي الحديث إيمانه بالله، احتاج أن يعوض عن هذا الإيمان قوة مراقبة الحكومة ونشر الكاميرات في كل مكان، وإلا فهو مستعد للسرقة والنهب والاغتصاب، ومعدلات السرقة والنهب والاغتصاب أيضا مع هذه المراقبة الشديدة ما زالت مرتفعة، لأنك هتراقب الإنسان لكن أخلاقه السيئة هتغلب كل مراقبة. الإنسان في ساعة الغضب أو إرادة الانتقام ما بيعبأش لا بقانون ولا بغيره، ما بيبقاش شايف قدامه غير السواد، ومع ذلك فمعدلات الجريمة هناك مرتفعة للغاية بما لا يتناسب مع الوفرة اللي موجودة.
وكل هذا حسن، وكل هذا حسن وجد حسن خد سمع، ولكنه غير كاف في خدمة الحقيقة بل في خدمة المجتمع أيضا، لأن وجود الأخلاق لوجود الله المراقب على الأعمال أمتن من المحافظة على الأخلاق من وجود الله لتوجد الأخلاق. لا لا، بل الله موجود بالرغم من كل شيء، سواء صلحت أخلاق المجتمع أو فسدت، وسواء سعد أصحاب الفضيلة أو شقوا. يجب على الإنسان يعني قضية وجود الله مش مرتبطة ولا متعلقة بصلاح المجتمع أو فساده، لا هي قضية تثبت لذاتها، لأن الله واجب الوجود لذاته بغض النظر عن صلاح المجتمع وفساده، بغض النظر عن إحنا أثبتناه أو لم نثبته. نعم. فيجب على الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة العظمى التي ليست لأي شيء أدنى قيمة بجنبها، فقول المؤمن الله أكبر معناه أكبر من كل شيء، والله واجب الوجود للنشأة الأولى ليوجد الموجودات قبل أن يكون لازم الوجود للنشأة الثانية ليحاسب الخلق على أعمالهم، أو يكون لازم الوجود ليحافظ الناس على أخلاقهم في الدنيا راغبين في سعادة الآخرة. لا، شوف يقول لك إيه، واجب الوجود للنشأة الأولى. يعني كانت بيقول إنه لابد أن يحاسب أو أن يجازى ذو الأخلاق في الآخرة، فإذا لابد من إثبات وجود الله، يعني كأن الحاجات لوجود الله تظهر في الآخرة. هو هنا بيقول لا، الله واجب الوجود، نحتاجه في النشأة الأولى في الدنيا ونحتاجه في النشأة الثانية في الآخرة. الله موجود سواء الناس عندها أخلاق أو ليس عندها أخلاق. نعم، لا أن الله موجود بفضل الاحتياج. لا لا، أن الله موجود بفضل احتياج المستحقين للسعادة من أهل الفضيلة إلى وجوده، والفضيلة محترمة مرغوب فيها بفضل وجود الله الذي لا يضيع أجر المحسنين، لأن هذا دور لا يجدي نفعا لكلا الطرفين. ويظهر أن الإيمان بالله واعتقاد وجوده بالقلب. طيب نقف هنا يا شباب، معذرة، نقف هنا، نبدأ المرة الجاية نضع هذا العنوان، رأي كانت في إثبات الله بالحاجة إليه دون إثباته بالعقل سنة سيئة، سنة سيئة، نبدأ بهذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا عنا سيدنا. كرمكم الله يا شيخ محمود، تحضرش معنا المدرسة الغزالية يا شيخ محمود. ماشي، نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.